كرة ملعوبة ممتازة ممتازة، فتح اللعب للناحية اليسرى، محمد فوزي عبد الغني، أندوبا أندوبا يسجل هدف أول في الدقيقة السادسة للاتحاد. أخيرا أندوبا يسجل بعد سلسلة من الكرات والتسللات، ولكن يسوق معاه وبيمشي، والفرحة الغريبة العجيبة عن طريق أندوبا، لكنها فرحة جميلة بمشاركة الجميع. هدف أول للعبيد، هدف أول للاتحاد يأتي في الدقيقة السادسة من زمن شوط المباراة الأول، وفابرياس أندوما يسجل للاتحاد في شوط المباراة الثاني. بعد كرة، بعد تمريرة ممتازة، شوفوا من فين تمريرة رائعة تبدو من محمد أبو سبعان، حنتأكد، لمحمد فوزي عبد الغني اللي عكسها ممتازة إلى أندوما. أندوما هو يعني هو عمل حاجة، هو هي صدمت في رجله ولا هو حطها؟ عموما هي هدف للاتحاد. فابريس أندوما لا والله حطها صح، حطها صح. ليش؟ احنا مش ضد اي لاعب ولا مع اي لاعب، احنا مع من يلعب، من يقدم، وعندما تكون